الحمد لله اليوم كان الافتتاح يوم 13 أكتوبر. المعرض ممتد لمدة 4 أيام من الساعة 4 العصر لغاية الساعة 10 المساء ما عدا يوم السبت، نختم إن شاء الله الساعة 9 المساء. المعرض الحمد لله يعني في دورته الثالثة هاي شهد إحصائيات وشهد نمو في عدد العارضين، الحمد لله وصلوا عدد العارضين 353 من شركات إلى علامات تجارية، نسبة النمو فيها كان 24%، كذلك المساحة زادت بنسبة 5%، إضافة إلى وجود نفتخر بالشركات الوطنية المشاركة اللي تمثل 43% من أعداد المنتجات اللي موجودة في المعرض. هناك كذلك فعاليات موجودة في المعرض مصاحبة لهذا المعرض للعوائل ولأطفالنا وزوارنا للمعرض في هذه الدورة. المعرض الحمد لله بالرغم من الظروف اللي مر بها العالم بالنسبة لجائحة كوفيد، ولكن الحمد لله أبو ظبي قادرة على أنها تستقطب المشاركين من دول متعددة. عندنا أكثر من 28 دولة مشاركة في المعرض تمثل منتجات مختلفة، كثير منها منتجات يعلن عنها وتدشن في هذا المعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. نحن عندنا محرك ميركري يعني يدشن لأول مرة مع شركة دلما مارين، كذلك عندنا قوارب كثيرة منها، في مشاركات لأول مرة من بعض الشركات الأوروبية والأمريكية، يعني هذه يعطي دافع ويعطي يعني الشركات الأجنبية تبدأ يعني تعرض منتجاتها في هذا المعرض لأهميته، لأنه يمثل لهم منصة قوية لإبراز هذه المنتجات، ونحن عندنا فرصة أنهم يستعرضون اللي عندهم قوارب بالنسبة لمنطقة التجارب، هذه كلها متوفرة. فالحمد لله يعني المعرض في يوم الافتتاحي كان إيجابي جدا، وكل الفيدباك اللي جتنا من الناس اللي شفناهم في المعرض اليوم الحمد لله إيجابي. في منتجات جديدة من دول متعددة، شركاتنا الوطنية لها دور كبير كذلك في دعم صناعة القوارب ومستلزماتها في هذه الدورة والدورات الجاية إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله الاستمتاع الجميع بالزيارة والاطلاع على أحدث ما تواجد في هذا المعرض من حيث منتجات القوارب ومستلزماتها وكل ما هو يتعلق بالبحر عندنا هنا في أبو ظبي المشهورة فيه إن شاء الله.